السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتورة ندى أسلام، رأس شري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، مستشفى قدر المنصور بتاعي. النهاردة هنعمل جلسة لحم البلازما. الأول هعرفكم كده فكرة سريعة عن البلازما. طبعا البلازما هي الدم بتاعنا، لما نشيل منه كرات الدم البيضاء والحمراء وناخد بس الصفائح الدموية بنفصلها. الأول احنا طبعا في حالة عيانة الأستاذة سالي، خلاص هي عندها يعني شعرها خفيف شويه من قدام، تقريبا كانت بتشد شعرها وهي صغيره، او ماما كانت بتشدها وهي صغيره، في شويه ايه خفتان من قدام، بس هو تساقط بتاعه اكتر، ممكن برضه عمل السبب فنزل كده فاذت شعرها شويه. فاحنا هنشتغل عليها بالبلازما. البلازما دي زي ما قلنا عباره عن دم سحبناه وبعدين فصلناه حطيناه في كيس معينه عشان ناخد الصفائح الدمويه وننشط. دلوقتي هنحقنه. طبعا احنا بيبقى فيه قبلها بنحط مخدة موجية كده خفيف عشان ما يبقاش في وجع، والمخدة دي مش مؤلمة قوي يعني. هنشوف مع بعض الجلسة. البلازما برضه ممكن نستخدمها غير الشعر، ممكن نستخدمها كمان للبشرة، لأنها برضه الصفائح الدموية اللي هي بنتكلم عليها دي بيبقى فيها مواد بتنشط تصنيع الكولاجين واللاستيك تيشو الأولانية اللي في البشرة، ممكن نستخدمها للنضارة، ممكن نستخدمها لتقوية الشعر. هنزل وريناكم قبل كده عشان ندخل البلازما عن طريق الدم البن، بس دي طريقة تانية بنستخدمها برضه نجيب نتيجة. هنركز على المنطقة اللي فيها المشكلة عندها. احنا كده خلاص خلصنا الجلسة بتاعت البلازما، وهنعمل لها بس شوية مساج كده هعملها تمام، والناس دي بنعملها مرة كل شهر، بنحتاج منها 4 جلسات على حسب المشكلة. بالنسبة لسالي احنا مش محتاجين أكتر من 3 جلسات أو 4 بالكتير أوي، هيبقى الدنيا تمام معاها. وشكرا يا سالي. ولا أعتقد ما شاء الله بخير وقائمة.